بيه، تعالى اجرلك موتوسيكل ولف بيه وبارخص اسعار. الله ببز الله ببيه، وتعالى خد لك موتوسيكل ولف بيه وبارخص اسعار، بارخص اسعار. انت هنا يا لو؟ انا عايز اجر الموتوسيكل ده يالا. وماله يا باسة، تعالى اجر بس هتدفع فلوس. يا يا قلبي، انا مش باجر بفلوس، انا باجر ببلاش. هي عندها هناك الكلام ده يا حبيبي. هي مين اللي عندها الكلام ده يالا؟ امك يا حبيبي. انت بتغلط في امي يا حياني، انت ده انت يومك تيني النهارده، دي ستي حبابي يا حنانه، لان انا ما ينفعش حد يغلط فيها. انا افوقك، تعالى اهلي. ارجع مكانك يا ارجع مكانك. انا بهزر معاك يا جدع، انت في انت خدت الكلام بجد؟ امي وامك واحد. ايوه كيكه، يلا بقى يلا اتكل على الله، اتكل على الله، سيبك لعايز تتكل على الله. لا اتكل على الله يا عم الحاج، انت انا عايز اجر الموتوسيكل ده. هو مالي يا باسه؟ اجر، ما حد سالك ما تاجرش، بس الساعه انا باجرها ب 50 جنيه عادي يعني. وفيه يعني لما تكون الساعه ب 50 جنيه مش امر يعني، اجر نص ساعه. خد هات كيك. بقول لك ايه يلا، نص ساعه وتكون عندي هنا، اتاخر اكتر من نص ساعه هيبقى يومك بسمعتي. بس خد المكنه. خد. عيب عليك يا جدع، انت نص ساعة ان شاء الله واكون عندك هنا، ما تقلقش. مش عايزة تدور يا عم لوقا، هي ضارت المكان ده شكلها بتخاف منك. الله من طاوله ب 50 جنيه، يعني انت لو عايز تاجر اي مكنه من طاوله هاجرها لك ب 50 جنيه. ايه ده؟ هم راحوا فين؟ ده اول ما سمعوا سيره الفلوس اختفى خالص. بقول لك ايه يالا؟ انا عايز اجر المكنه دي. ومالك حتى عبد الخني؟ اجر يا كات عليك انت كمان، بس الساعه باجرها ب 50 جنيه. وايه يعني 50 جنيه؟ دي حتى لو ب 55 جنيه هاجرها برضه. لا انت قلتها حق عبد الغني وتعملها. قول لي بقى هتأجر كم ساعة؟ ربع ساعة. كم؟ انت ما بتسمعش ولا يا حيوان انت؟ بقول لك هتأجرها ربع ساعة. ربع ساعة والله واحدة؟ مالك يا نفسك ليه كده يا حق عبد الغني؟ بس يلا مش مهم. حبايب قلبي يلا بسرعة بقى اعمل لايك للفيديو، يلا بسرعة انزل اعمل لايك للفيديو، ولو مش مشترك في القناة اشترك فيها وفعل زر الجرس عشان أي فيديو ننزلكم يجيلكم ساعة البيت. عادي مستني يا عم انت، يلا بسرعة انزل اعمل لايك واشترك في القناة، وخش بقى في صندوق الوصف هتلاقي رابط الانستجرام بتاعنا، دوس على الانستجرام وخش هناك اعمل لنا فولو. حبايب قلبي يلا بسرعة اعمل لايك واشترك في القناة. يلا يا حق عبد الغني خد المكنة بتاعتك اهي، خد المكنة دي على قدك وعلى قد ربع ساعة بتاعتك. خد. ايه ده يلا؟ انت عاطيني المكنة البايظة؟ بس ماشي عادي يا باشا براحتك خالص، اديني البايظه اديني المتصلحه، انا كده كده سواق وبركب اي حاجه بتفرقش معايا يعني. ايه ده يا حاج عبد الغني؟ انت خدت المكنه كده وهتمشي من غير ما تحاسبني، فين الفلوس؟ ما معيش فكه يا ابني، لما اجي ابقى حاسبك. طب هات ولا افك لك، انا معايا فكه، هات كاي. خلاص ماشي، بس انت معاك فكه 1000؟ لا ما هو ده اللي انا كنت بتكلم فيه من بدري، لما اجي لك بقى يبقى حاسبك. يلا اتشاو. معايا توك توك نفسي اجيب له مطور، معايا توك توك عايز اقلبه حنطور، معايا توك توك نفسي اجيب له مطور. يلا يا باسة يلا يا بيه الحق اكلك مكنة بسرعة وببلاش، ببلاش يا باسة. يلا يا باسة يلا يا بيه اكل مكنة بسرعة وببلاش، ببلاش. عم انت بتأجر المكان ده ببلاش؟ كبرنا على الفاضي، انا لسه صغير. وبعدين انتوا مش لسه من شويه قايلين لي ان انتوا بتاكلوا بس؟ قلت لكم وباكلش بلاش، وبعد كده قلت لكم المكنه دي باكلها ب 50 جنيه، يعني انتوا عايزين تاكلوا اي مكنه من دوله ب 50 جنيه؟ ايه ده؟ اعوذ بالله من الشيطان العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هم اللي عندنا بيختفوا بيروحوا فين؟ الله يخرب بيتكم. انت لا ولا حضرات السادة لو فاضل، حضرات السادة المستمعين، أهلا ولكم لقاء. أشكرك أوعدك
مطارد، اثنين فطيرك، ثلاثة طيران، أربعة ضرب النار. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. تعال يعني كل المكنه تاكل مثلا المكنه دي يعني دي اللي سحكت عليها الكلبه ما حدش ياكل المكنه دي ده انا باكل بسعر كويس باحسن سعر فيك يا بلد ده انا باكل ببلاش لا مش ببلاش باكل بفلوس انا باكل بفلوس عقباوي ده محامي دنيا دايره بالاسامي بقول لك يا حبي انا اكبر منك المكنه دي ماشي بس تعال أكل قولي بقى هتأكل كم ساعة يعني قول كده ساعة مثلا خلاص ماشي وماله بيتكلم ليه كده ده تحس ان هو بيطلع كلمة بطلعه الله ده انت تقعد صعب ما تتكلم معايا بس يلا مش مهم المهم بس ان الست الله يخلف بيتك انا دلوقتي بأكل الساعة بخمسين جنيه موافق ولا مش موافق يا عبي ولا يهمك دي حتى لو الساعة بستة وخمسين جنيه هأجرها برضو بقولك ايه انا سمعت الكلمة دي قبل كده بس كانت على خمسة وخمسين فممكن تعمل سلحك عبد الغني فقولي بقى انت هتعمل سلحك عبد الغني ولا ايه يا عبي عبد الغني مين سيبك انت انا رقم واحد ولا عبد الغني ولا عبد الفقير عشان انت هتقول الكلمتين في ساعة فخد المكنة اهي وانت ساكت خدها اهي امسك يلا خد هات يا حبي هات تعال ايه ده حبي هي تقيلة كده ليه بسم الله عليك يا عسل قوم يلا قوم قوم يلا حاسبني هات الفلوس يلا معلش يا حبي مشيت من غير ما حاسبك المؤاخذة عندي دي اتفضل حسابك ايه ده والله الواد ده شكله سالب بيقول لي مسيته واصل لسه ما اتحركش من مكانه بس يلا مش مهم ربنا يكتر من امثالك والله انت زبون زي العسل ربنا يكتر من امثالك الدنيا ملهاش عازك والصحاب يا جازا والصحاب يا جازا والصحاب يا جازا الدنيا ملهاش عازك والصحاب يا جازا المكان خلاص بح ما بقاش فيه مكان تاني خلاص ودي اخر حاجه فرضت من المكنه اللي كانت معايا او ده برضو اخر حاجه فرضت من المكنه اللي كانت معايا ده الذكرى الوحيده اللي من المكنه يا نهار اسود ده سمعت المكان خلص ما بقاش فيه مكان ده انا هسمعكم دلوقتي مكان المكان تعالوا لي